في هذه اللحظات أيها الحاوية الكريمة تمت انطلاقة الشوط الأول الرئيسي لفئة الثنائي القعدان من مسافة 3 كيلومترات. الشوط الثالث والعشرون في مجموع سباق هذا اليوم انطلق بحفظ الله وسلامته. اللي في أول المراكز في هذه اللحظات هذا شاهين لسيد سعد بن عجيان المري مع شاهين في أول المراكز، أما اللي في ثاني المراكز في هذه اللحظات كما تشاهدون هذا المتحد لسيد راشد المري في ثاني المراكز، ثالث المراكز من الجانب الأيمن في هذه اللحظات محجوب الرقم عني، وفي رابع المراكز هذا الشبابي للسيد علي بن فرج المشروم في علي بن فرج المشروم في رابع المراكز، ولكن نتسلل مباشرة إلى ثاني المراكز هذا مرموق للسيد أحمد بن صالح الكباشي مع مرموق في ثاني المراكز، ثالث المراكز هذا شاهين لسيد صالح بن مسعود بن قطامي في ثالث المراكز، رابع المراكز هذا المتحد للسيد راشد المري في رابع المراكز، خامس المراكز المتحد لسيد راشد بن محمد ابو وضح المري، ولكن بن اسعد بن عجيان حتى هذه اللحظات مع شاهين في اول المراكز، هذا شاهين لسيد اسعد بن عجيان المري في هذه اللحظات في اول المراكز، ثاني المراكز هذا اللي في ثاني المراكز مرموق لسيد احمد صالح الكباشي، في ثالث المراكز من الجانب الايمن شاهين لسيد صالح مسعود بن قطامي، اما اللي في رابع المراكز هذا الشبابي لسيد علي بن فرج المشروم في رابع المراكز، خامس المراكز هذا المتحد السيد راشد بن محمد ابو ورحه في هذه اللحظه في خامس المراكز، ولكن اللي في اول المراكز هذا شاهين السيد سعد بن عجيان المري حتى هذه اللحظات في اول المراكز، ثاني المراكز هذا الشبابي السيد علي بن فرج المشروم مع الشبابي في ثاني المراكز، تسلل الى مرموق للسيد احمد صالح الكباشي هذه في هذه اللحظات في ثاني المراكز، ثالث المراكز الشبابي للسيد علي بن فرج المشروم، رابع المراكز في رابع المراكز شاهين للسيد صالح بن مسعود بن قطامي، خامس المراكز وصل في خامس المراكز في هذه اللحظات هذا شاهين للسيد حمد بن راشد الجبر النعيمي في هذه اللحظات في خامس المراكز، ولكن ترقبوه جيدا ركز عليه جيدا هذا اللي في اول المراكز في هذه اللحظات هذا هو مرموق للسيد احمد صالح الكباشي في اول المراكز، ثاني المراكز شاهين للسيد سعد بن عجيان المر في ثاني المراكز، ثالث المراكز اللي واصل في هذه اللحظات هذا القائد للسيد حمد بن صالح ابن هامله المري، وتسلل مباشره بن هامله وانتزع المركز الاول بن هامله، والمشروم من الجانب الايمن هذا الشبابي للسيد علي بن فرج المشروم في هذه اللحظات في ثاني المراكز، ثالث المراكز وصل هذا موفق للسيد سالم بن عبد الله الاتهم مع موفق في ثالث المراكز، رابع المراكز شاهين للسيد حمد بن راشد الجبر النعيمي في هذه اللحظات رابع المراكز، وروح مع اللي راح بالناموس في المركز الاول شعار بن هاملة القائد لسيد حمد بن صالح بن هاملة المري في أول المراكز، انتزع المركز الأول القائد وسيطر القائد، أما اللي في ثاني المراكز هذا الشبابي لسيد علي بن فرج المشروم، وهالي روضة الأرنب يترقبون الناموس يا المشروم، هذا هو المشروم في ثاني المراكز، ثالث المراكز وتسلل بالأتهم في هذه اللحظات سالم بن عبد الله الأتهم مع موفق، ولكن الكايد انتزع المركز الأول الكايد وسيطر الكايد، ادعو مكيث الكايد للسيد صالح بن حمد بن هاملة المرن، قلت تهانينا والناموس على هذا الفوز، أما اللي في ثاني المراكز وصل موفق للسيد، وصل الشباب للسيد
علي بن فرج المشروم، وفي ثالث المراكز وصل موفق للسيد سالم بن عبد الله الاتهم. التوقيت الزمني لهذا الشوط 4 دقائق 42 ثانيه 32 جزء من الثواني. تهانينا والناموس لجميع الاخوه الفائزين.